مرحبا بكم. في هذا الفيديو غادي نتكلموا على موضوع كيخص التغذية ديال القطط. بزاف ديال الناس كيربطوا التغذية ديال القطط، يعني الماكلة ديالهم، بالحليب والفرماج اللي هو الجبن، ولكن هذا خطأ شائع. نبداو بالحليب. الحليب ديال البقر ما خصوش يتعطى للقطط بتاتا، لانه كيضرهم في الامعاء. علاش؟ لانه فيه اللاكتوز اللي هو واحد الماده اللي ما كتهضمش في الامعاء ديال القطط. الا كان الحليب ما فيهش اللاكتوز مزيان تقدروا تعطيوه لهم، ولكن الحليب ديال البقر العادي ما خصوش يتعطى سواء للقطط الصغيره او للكبيره. اما بالنسبه للجبن فهو لا يحتوي على مادة اللاكتوز أو لا، فيه بكمية ضعيفة جدا، لأنه كمر من عملية تصنيع مختلفة. ومع ذلك من الأفضل أنه تعطيو القطط ديالكم الجبن ديال الماعز، لأنه أسهل في الهضم من الجبن ديال البقر. كذلك ما خصكمش تعطيو لهم كوجبة أساسية، لأنه ما فيش منافع كثيرة لهم. بصح القطط كيعجبهم الجبن، ولكن ما خصوش يكون وجبة أساسية. تقدروا تعطيه لهم مرة في النهار، ومن بعد تعطيه لهم ماكلة ديالهم العادية. إذن ملي كتلقاو شي قطيط في الزنقة وكتبغيو تهلاو فيه، حاولوا تعطيه ماكلة أخرى، ما تعطيوش ليه الحليب والفرماج. كتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. ما تنساوش لايك واشتراك القناة.